تعطوا في الماء ونخدموا في الماء بزاف باش يجي ريزلتا ان شاء الله نديروا عام مليح. شكون الانصار اللي وقفوا معنا 90 دقيقه ما خلوناش اللي بدات لا بارتي هما يساندوا فينا ربوا منهم سماعهم. اول مباراه يعني ما دخلناش بالفريق الاول يعني تفاجئنا في الاسبوع الاخير اننا اجازات ما قدرناش نجيبوها فيعني كان تعظيم تاخر مع فرقه الامال في الاسبوع الاخير على قبل ما نتعامل معاهم اليوم يعني نشكر الشبان هذو اللي ادوا المباراه يعني في المستوى من ناحيه الماديه كانوا من مع فريق مستشفى وحتى يعني صنعنا بعض الفرص اللي كان خاص التسديد تاعها نظرا لنقص الخبره ونقص الفعاليه عند المهاجمين تاعنا هزيمه يعني انا عندي كانت متوقعة يعني في اخر لحظة من العمل باسم الفريق تاعنا بالرغم من ذلك كنا قادرين يعني على الاقل نخرجوا بنتيجة التعادل لانه حتى ما نحبش نهضر انا على التحكيم لكن ربما كانت كاينة لقطة وين كاين ضربة جزاء يعني واضحة ما عادش عليها الحكم هو يعني الشيء اللي اثر كثير على التركيز تاعنا وعلى التركيز تاع اللاعبين لانه حتى اللحظات الاخيرة ما كناش عارفين الفريق الاول او الفريق الثاني كنا حتى في التدريبات تعاملنا مع الفريق الاول ومع الفريق الرديف وما علينا غير نتاقلموا يعني مع الواقع ونلعبوا المباراه نتمنى ان شاء الله المشكل الاجازات يحل فيها قريب ان شاء الله. اولا قبل كل شيء نوجه تحيه وتقدير كبير للجمهور تاع فريق مدير قسنطينه الاداره تاعو المدربين واللاعبين الشبان اللي داروا يعني مقابله مليحه حسن الاستقبال ثاني نشكرهم على حسن الاستقبال بينوا بلي خطره واحده اخرى ثاني كل خطره جديده بينوا بلي حضاره كبيره في مدينه قصر الدين فيما يخص اللقاء قلت لك اللقاء انا نشوف بلي سيتي ان ماتش بياج ماتش بياج علاه في السمانه تاعنا حنا نتحدثوا مع لي جوار يسمعوا وسائل هما اللي نشوفوا بزاف لي جوار راح يلعبوا بالرديف دي سينيور سيتي ان ماتش بياج نشكر اللاعبين تاعي علاش انا كونتشو اللي مشانا مليح ضغطنا ضغطنا على المنافس ما خليناش يخرج الكرة ضغطنا عليه فرضنا الريتم تاعنا في الشوط الثاني قدرنا نسجلوا هدف وقدرنا نحافظوا عليه اللاعبين تاعي مشكورين ما عرفتش بلي كانوا مخصوصين شويه تحضير ان شاء الله في المقابلات الجايه نكونوا بخير نشكر فيها اللاعبين الطاقم ووليدي اللي شغالين معايا وان شاء الله القادم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب جاء التوفيق الله عز وجل رب يوفقنا ويجينا من ويحقنا للتوافق هذا تاع شهر ونص كنا نخدموا ونتعبوا البريباراسيون دبرنا كاع لي كونسيت تاع الطريق اللي قاعدين الحمد لله كنا واجدين رب يوفقنا ويولينا تروفا ما يخفالكش بلي ايكيب جان الله يبارك كاع يجروا كاع مناح كانوا موتيفي على كي تلعب كونتر ايكيب جان سي بلو دير على كي تلعب كونتر ايكيب سينيور باسكو علاش جوار جان سي يحب يبروفي سي يمبوزي روحو باش يقول لك انا نلعب سينيور تما الناس اللي تبان لهم سهلة مي سي بلو دير الحمد لله يا ربي كنا درنا اللي علينا كنا بلاصة طبقنا اللي كنا سينيور طرحنا وين وفقنا ربي ودرنا لي تروا بوان ان شاء الله هاد لي تروا بوان ينكوراجيونا باسكو مازال 29 ماتش هادي غير البداية لازم نحطو رجلينا في المايك برزو ونزيدو نخدمو باش نكملو لا كونتينيوتي ان شاء الله نديرو سيزون ان شاء الله نحققو الفرق ديالنا